خبص وهبة واعتذر وهبة وما في شيء بينفع وما في شيء بيقيمنا، ولأنه بالأساس لو ما صارت هالتخبيصة نحن وضعنا مهتري بسبب هالناس اللي مثله هو بالحكم، وبسبب هالذهنية وهي الثقافة العونية الغبية الكارهة الحاقدة المعمية المتزمتة المتقوقعة الانعزالية المتراكمة عبر السنين وصلتنا لهون، ووصلتهم هن للحكم وانغلب على امرنا، وصرنا نحن شعب فقير معتر شرشوح مغلوب على امره منحوس يائس مدمر. ولك شو بدك بموضوع داعش انت؟ ولك شو خصك بموضوع داعش اصلا؟ ومين قال لك انه السعوديه والخليج ورا داعش؟ ولك القاطحه يلا ولد صغير بيحكي بالسياسه بيعرف مين عمل داعش وكيف بلش داعش ومن وين بلشت داعش وشو كان اهدافها لداعش. بس انت شو بدك اصلا تفوت بهالموضوع؟ ولك يا عمي ما نحن هلا مصيبتنا الاولى هي لقمه العيش المعيشه، كيف بدنا نحسن وضعنا؟ كيف بدنا نقوم من هالازمه؟ جاي هلا انت يا تزون يا مستقيل جاي تحكي بالسياسه، ما اصلا انت ما عندك صفه، انت بحكومه تصريف اعمال يعني مفروض تشوف هالشعب شو بده تتصرف له اعماله، سيسر له اموره تامن له اكله، جاي تحكيني بالسياسه مع السعوديه وتقول لهم انتم عملتوا داعش والخشقجي، ولك شو لك بالخشقجي انت يا طز؟ ما يكون ابن خالتك الخشقجة الله يرحمه. لك يا عم السعوديين هن بيعرفوا يتعاطوا مع مملكتهم بأمر الخشقجة، الخشقجة السعودي هن بيصفلوا منهم لقالوا انت شو خصك غيران على الخشقجة وعلى حياته وعلى عائلته؟ شو خصك انت؟ انت خصك فينا يا حبيبي، انت خصك تشوف مين دبحنا بالبور 210 شهداء، ما خصك بالخشقجة. وسكر راسك لنعيط له ميشيل عون وجمران برسيل مع الف فخامة الرئيس، اندقرت كرامتك حبيبي، نحن كرامتنا انتهيت خلصت، ما عندنا نتفت ولا ذرة كرامة بقى، الشعب اللي ما معه ياكل ما عنده كرامة حبيبي، نحن اللبنانيين صرنا بلا كرامة. وما تستغرب ما تستغرب انه الناس ما تحترم رئيسك، لانه الرئيس اللي شعبه جوعان ما حدا بالكون بيحترمه. هيدي السياسة وهيدا الأسلوب وهيدي الممارسة هي اللي وصلتنا لهون، وبعدكن عم تغرقونا، بعدكن عم تغرقونا بسطلنكن بهبلنكن بتزمتكن بتعنتكن. تفضل ها هلا تفضل، ولك عون مش عارف شو بده يعمل فيك بقى، انت وعم تدافع عن كرامة عون حرجة عون بذاته. تفضل شو بنعمل هلا بالخريطة الخريطة؟ ما راح اقول لك خيي 200 ألف لبناني بيشتغلوا بالسعودية، أنا بدي أقول لك اللبنانيين اللي هون حبيبي نص الشعب اللبناني 60% من الشعب اللبناني بيروح على السعودية بحج كل سنة، السعودية بتمثل الأمان والخلاص لكل أهل السنة، أنت عم تهين السنة كلهم. شو إجاك بكرة إذا فتح المطار وهبوا لك كبوا لك 300 400 ألف من الخليج على لبنان، وقفت ال 1000 وال 2000 وال 3000 دولار اللي بتنبعت كل شهر للبنانيين معترين ما معهم ياكلوا من اهاليهم اللي عم يشتغلوا برا، استقالتك ما بتنفع منك مستقيل، انا بدعي لمحاكمة شرم الوهبي، محاكمته لاهانة دولة صديقة، دولة صديقة دعسن عن رقبتك وعن رقبة شواربك، مثل ما فرنسا دولة صديقة لناس عنا بلبنان، السعودية دولة صديقة لقسم اللبنانيين، ما فيك هيك، بدك تتحاكم عليا هيك.